محتاجين 3 ارباع كيلو لحمه مفرومه، محتاجين بتنجان رومي شرايح وبطاطس شرايح الاثنين مقليين، بصله مفرومه، فصين ثوم، زعتر فريش او مجفف، كوبايتين عصير طماطم، زبيب، قرفه باودر، بهارات مشكله. البشاميل محتاجين 3 كوبايات حليب، 3 معالق دقيق، 3 معالق كبار زبده، جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. محتاجين كمان 2 صفار بيض وجبنه بارميجان. لو شفتوا المقادير هتلاقوها شويه شويه ايه كتيره، حبه حبه كده، هتحسوا ان المقادير هي مالها كتيره قوي كده ليه؟ لا هي مش كتيره ولا حاجه. هنجمع كل الحاجات، انا بس عشان كنت عايزه اعمل لكم كل حاجه فروم سكراتش من الاول، نعمل بشاميل ونعمل تعصيجه اللحمه وبعدين نرص الحاجات، عشان البشاميل النهارده هنعمله بالطريقه القديمه زي ما كنا زمان بنعمل بشاميل. يمكن بقالي سنين السنين من اول ما ابتديت اعمل مكرونه بشاميل ما عملتش البشاميل بالطريقه دي، دايما بقول لكم هنعمله ني في ني وهنحط، مش هنحط بيض ابدا، انا ما بحطش بيض في البشاميل ابدا، بس في الوصفه دي هنحط بيض. فالوصفه قديمه جدا وتقليديه جدا واحنا هنعملها بالطريقه التقليديه اليونانيه بالظبط. محتاجين ايه بقى عشان نعمل بشاميل ولا نعمل اللحمه الاول؟ نعمل اللحمه الاول، يلا بينا نبتدي نعصق في اللحمه كده الاول، نحط الزيت. عادة برضو لما بعمل المسقعة بالبشاميل اللي احنا متعودين عليها بحب ان انا اعمل اللحمة بتاعتها من غير صلصة طماطم، يعني بتبقى لحمة بس كده وبعدين ما فيهاش صلصة طماطم. النهاردة حاطين صلصة طماطم، فممكن تستخدموا طماطم او صلصة اللي هي البيوري العادية. حطيت البصل على الزيت كده ونقلبه تقليبة لذيذة. البصل هنا انا عاملاه خشن، ودي حاجة برضو مهمة جدا، مش مبشور، عارفين المتخرط، نخرط كده ايه بصلتين علشان نطلعها مظبوطة. برضو ساعات بحط اللحمة الأول، ساعات البصل الأول، أنا هنا هحط البصل الأول وهجهز معايا الثوم. أول ما تبتدي البصلاية كده تخش وتدبل هروح على طول حط الثوم. ناخد تقة، هحط الثوم قبل ما البصلة تغير لونها، أنا عايزاها تدبل إيه سريعا كده، هشم ريحة الثوم أكون مجهزة اللحمة. الثوم ما يتحولش لتقلية، ولا البصلة أحس برضو إن هي إيه ابتدت تدبل وتغير لونها كده، لأ. كده تمام، هنزل باللحمة. تقدروا تستخدموا في الوصفة دي لحمة دهنها قليل، مفيش مشكلة. ليه؟ علشان احنا كل الحاجات بعد كده اللي هنستخدمها في الوصفة دي مقلية، عندنا بتنجان مقلي، عندنا كمان بطاطس مقلية، فممكن جدا ناخد اللحمة تكون دهونها قليلة وهي كده كده فيها صوص، فمش محتاجين ان نحس ان اللحمة ناشفة فنطريها، لا، صوص الطماطم هيظبط معانا كل الكلام ده. تعالوا نحط الملح والفلفل، نحط كده البهارات بتاعتنا دلوقتي، بحب الفلفل الاسود زيادة شوية، اللي بيحب يقلل براحته. وادي الملح، بقيت بهاراتنا، يلا بينا. القرفة برضو براحتنا، لو ما بتحبوش القرفة مفيش مشكلة، يعني انا في الوصفة دي تخليت عن كل القواعد اللي انا ما بعملهاش، انا دايما 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 ما بحبش احط القرفة على اللحمة المفرومة المتعصجة، لكن في الوصفة دي حبيت الفكرة. ده تمام، هحط بقى عصير الطماطم، تقليبة كويسة مفيش مشكلة خالص، لو لسه فيها حاجة هتستوي مع الصوص. نحط عصير الطماطم كده،
ريحه البهارات ابتدت تطلع، وهتبقى تسبيكه بقى تحفه. وزي ما مدام نادية قالت كده، التوم كمان مع البتنجان بيليقوا على بعض جدا، فعشان كده انا عاده وانا بعصج اللحمه ما بحطش توم، لكن مع المسقعه لا، حبيت قوي فكره التوم اللي فيها. خلينا نبتدي كمان في البشاميل. هنعمل بشاميل. البشاميل دلوقتي هنعمله بالطريقه القديمه زي ما قلت لكم. هنحط الزبده، فين كده، على الدقيق، بس الزبده تسيح. ممكن نحط لها كده ايه شويه زيت صغننين خالص. بصوا بقى، حطينا الزبده على الدقيق اهو زي ما احنا شايفين كده، وبنحمرهم مع بعض. انا محتاجه كمان معلقه دقيق تانيه. علشان نظبط المقادير بالظبط، نحمر كده الدقيق مع الزبده. اللحمه اهي زي ما احنا شايفين بتتعصج تعصيجه جميله، لونها زي ما انتم شايفين عشان حاطين صوص طماطم، هتلاقوا طعمها مختلف تماما عن اللي بصلصه، بس لو تحبي تحطي صلصه مفيش مشكله، بس تقلليها شويه على قد ما تقدري. هنا بحمر الدقيق في الزيت والزبده. مش عايزاه يتحمر قوي قوي قوي، عايزاهم بس كده يبقوا حاجه واحده. واجيب اللبن يبقى جاهز جنبي، علشان احنا هنحط صفار بيض في البشاميل ده. مش قادره اقول لكم انا كنت ضد الموضوع ده ازاي، ما كنتش بحط بيض ابدا، بس في الوصفه دي بالذات حطيت صفار البيض وبجد مختلف، عشان تعملوها حاجه مختلفه يعني. نحط كده بقى اللبن، لبن بارد. مهم جدا ان اللبن يبقى بارد، ومره واحده كله بيتحط، مش واحده واحده ولا حاجه. طعم الزبده هيبقى واضح، والدقيق هيبقى مستوي، وكله هيبقى تمام. هنحط البيض بس مش دلوقتي، هحط دلوقتي شويه من جوز الطيب، وجنبي كده صفار البيض، هحط شويه من الفلفل الاسود والملح. اللي بيحب يحط مرقه ممكن يضيف المرقه، مفيش مشكله. احنا ممكن نظبط كده هنا على ما يتقل، وهنا كمان الصلصه اهي خلاص ابتدى يتسبك وكله زي الفل. عندنا بقى هنا اللحمه تمام كده زي الفل. البشاميل لسه، عايزين بس رشه زعتر كده على اللحمه كده، ورشه زعتر هنا على الخضار المقلي بالشكل ده كده. عايزين تحطوا البتنجان في الفرن مفيش مشكله، هحط الزبيب هنا على اللحمه برده ونقلب. الزبيب اضافه من عندي الحقيقه، انا بحب قوي اضافه الزبيب وعين الجمل، بس ما حطيتش بقى النهارده عين جمل. انتوا لو تحبوا الاضافه دي لذيذه قوي. شويه من جوز الطيب كده 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 كده. نبص على البشاميل لسه عايزه يتقل، وناخد بالنا علشان قعر الحله. عايزين ملح وفلفل على شويه ايه الخضار اللي عندنا. نستخدم ايدينا بقى كده، وادي الملح عشان نبقى ملحنا الخضار كمان. تقليب مستمر عشان ما يكلكعش وعشان ما تشتكوش. هو ايه هيستوي دلوقتي وهيدينا الطعم بتاع البشاميل القديم.
اول ما يبتدي يبقى كريمي كده زي ما احنا شايفين، هو لسه كريمي خفيف، هحط صفار البيض واقلب بسرعه جدا 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 على قد ما اقدر. بس كده تقليب 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 سريع، وصفار البيض برضو هيديله تقل دلوقتي. مش بيضة، مش بالبياض، صفار فقط. لو احتاج دقيق هنحط، مفيش مشكلة، ساعات الدقيق ما بيربطش بسهولة هو والنشا. بس كده كده احنا بنتكلم بان الدقيق يبقى لو انا مستخدماه وعارفة ان هو نوعه كويس قوي، بيبقى الدقيق قد الزبدة قد اللبن. احنا بس نديله فرصته كده وهو ايه هيتقل معانا ويبقى زي الفل، بس لازم التقليب المستمر علشان ما يعملش قعر في الحل، قعر محروق يعني. هيبقى كريمي وجميل ويجنن، وهنرص دلوقتي الوصفة كلها على بعضها، يطلع تحفة ان شاء الله. اهو تقل وبقى جميل وكله تمام الحمد لله. انا برضو عايزاه يتقل سنة اكتر من كده، بعد كده الخطوات مش هتاخد وقت وكل حاجة هتترص فوق بعضها. خدوا بالكم كمان لما بنسيبه يهدى بيبرد وبيتقل وبيبقى رائع. اول ما نعمل كده كده اهو، ونعمل كده، يبقى هو البشاميل بتاعنا استوى وبقى فلة. يلا طعمه جميل وتحفة وخطير وكل حاجة ومختلف، دي أهم نقطة بنتكلم فيها، إن الطبق شوية مختلف. يلا بينا. هنرصها إزاي بقى الست المسقعة دي؟ أقول لكم نعمل إيه دلوقتي. هنحط البطاطس الأول كده عشان تعمل طبقة من تحت قوية، وبعدين نحط عليها اللحمة، طبقات بقى البتنجان براحتك، اعملي عيشي حياتك انبسطي يعني. انا بحب فقرة ان انا ايه اقعد ارص الحاجات على بعضها كده عشان بحس قد ايه انا خلصت يعني. اول ما بحس ان احنا وصلنا لان هي هتدخل الفرن ببقى مبسوطة قوي. عايز اقول لكم كمان الاطباق دي قد ايه بتبقى لطيفة في العزايم، وقد ايه الناس بتبقى مبسوطة بيها، وهي يعني الحاجة كلها موجودة في البيت ما فيهاش اختراعات، بس فكرة ان حطينا حاجة على حاجة مش متعودين عليها هي اللي بتخلي الطبق مختلف. ادي طبقة البطاطس، لو حابين زي ما بقول لكم ما تقلوش وتخلوها اخف وتدخلوها في الفرن براحتك. هنيجي هنا كمان وهنعمل كده، نحط بقى البتنجان كده، طبقة البطاطس اللي من تحت دي هي اللي هتخليها تستحمل. نقطع كده ايه الحتة تبقى كلها ماسكة في بعض. اللحمة هي اللي بتتحط كده ايه اخر طبقة، عادة بيبقى البتنجان، احنا هنا عاملين اللحمة هي اللي اخر طبقة. طيب بصوا بقى، وانس بس ان احنا سيبنا البشاميل يهدى هتلاقوه تقل، اوكي هو ده التقل اللي احنا عايزينه، ما هو برضو لو اتقل من كده مش هيبقى احلى حاجة. اخر تكة واحلى تكة وهي نزول البشاميل على المسقع بالشكل ده، احلى منظر بشوفه في الحقيقه. احلى حاجه. السباتولا بس بتاعتي عشان نلم كل البشاميل
يعني شوفوا قد ايه احنا قعدنا، عايزه اقول لكم يعني بحارب بقالي عمر اني ما احطش البيض ابدا على البشاميل، بطلت من زمان جدا مع ان دي الطريقه التقليديه بتاعتنا، بس في الوصفه دي البيض على البشاميل مهم جدا، طعمه ولونه وكل حاجه الحقيقه. كده ايه، نغطي بس كويس كده كل الطبقات. دي جبنه بارميجان، اللي مش عايز بقى جبنه بارميجان ومش هنلاقيها وهي اصلا ايه ما بتبقاش متوفره طول الوقت، ممكن تبدلوها باي نوع جبنه تاني بتحبوه مفيش مشكله، انا بس حبيت اوريكم الوصفه الاصليه زي ما هي بالظبط. ممكن جبنه تشادر، ممكن موتزاريلا، زي ما تحبوا. هي مش يعني ما فيهاش الجبنه اللي بتشد قوي، بس لو اتحط لها جبنه بتشد برضو زي الموتزاريلا هتبقى لذيذه. جبنه تشادر اوكي، مش عايزين جبنه خالص، هي اصلا وشها هيحمر علشان فيها البيض، فممكن كمان تستغنوا عن فقره الجبنه تماما مفيش اي مشكله. رشه الجبنه الموتزاريلا هي بس اللي على الطريقه التقليديه، فقلت اوريها لكم كده زي ما هي. يلا بينا ندخلها بقى على الفرن، هي كلها مستويه فمش محتاجين ان احنا نقعدها كتير قوي في الفرن، هدخلها الفرن شغال من تحت وشغال من فوق، تاخد الوش اللذيذ واللون الحلو، تطلع بالهنا والشفا. يلا بينا. بسم الله. طيب انا ممكن احطها هنا يا ريت. طيب بصوا بقى الشكل والحركات عامله ازاي، بتهيألي اكيد متخيلين الطعم ده هيبقى عامل ازاي دلوقتي، اعتقد يعني حاجه اخر شياكة وأناقة.